طيب مهم جدا ان احنا كمان نتعرف على استعدادات ابطالنا لاولمبياد باريس مختلف المنافسات، والفقره دي هنتكلم فيها وهنتكلم عن ابطالنا في الرمايه، وهنعرف كل التفاصيل كمان من ضيفنا اللي منورنا سياده اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرمايه والنائب الاول لرئيس الاتحاد العربي. بونجور يا فندم، صباح الهنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. صباح الفل يا فندم، منور الدنيا كلها. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. تعالى بعد اذن سيادتك نبتدي من اخر بطوله مصر استضافتها وحصاد ابطالنا فيها كان واصل لفين؟ اخر بطوله كانت بطوله الافريقيه للرماية الاطباق المروحيه، واحنا حصدنا فيها 25 ميداليه ما شاء الله. ودي طبعا بطوله نقدر نقول ان هي فيها من جواها ثلاث بطولات. البطوله الاولى بطوله كاس رئيس الاتحاد الدولي للرمايه، ثم بطوله الجائزه الكبرى، ثم البطوله الافريقيه. الثلاث بطولات دول بيسمح فيها بمشاركه الدول من جميع انحاء العالم. احنا كان عندنا في الاستضافه تسع دول، والتسع دول دول طبعا كان فيهم ابطال العالم من انجلترا وايطاليا اللي هي اصلا ملوك هذه اللعبه. نقدر نقول احنا الحمد لله تفوقنا عليهم وحصدنا 25 ميداليه متنوعه، لان هي فئات عمريه مختلفه، ثلاث فئات، خمس فئات، وبالتالي استطعنا ان احنا نتصدر هذه البطوله. اوروبا حتى في بطولات اوروبا كانوا بيبصوا لمصر نظره مختلفه، لان احنا فعلا في بطوله اوروبا بنكسب ابطال اوروبا في هذه البطوله وهذه نوع من الرمايات. حلو، هي انواع ايه برضو يا سياده اللواء؟ خلينا نبقى عارفين. احنا عندنا الرمايه عباره عن ثلاث اجزاء، الجزء الاول هو رمايه الخرطوش، ثم الجزء الاخر المسدس، والجزء الثالث هو البندقيه. الثلاث انواع كل نوع من جواها في حوالي خمس مسابقات، وبالتالي المسابقات واستضافه بطولاتها مختلفه من نوع المسابقه او من نوع السلاح المستخدم في هذه المسابقه. اوكي، والانديه ايه بقى؟ يعني الانديه مقسمه مثلا، يعني مثلا هل نادي الصيد متخصص في حاجه، الانديه الاخرى متخصصه في حاجه؟ طبعا انديه الصيد معظمها بتكون ليها القوة الكبيره في الاشتراك في بطولات الخرطوش. يعني تمتلك ميادين الخرطوش، ودي حاجه كويسه جدا، سواء صيد الاسكندريه، صيد الدقي، صيد اكتوبر، وادي النطرون، نادي الشمس، قوات مسلحه. كل هذه الانديه ليها باع كبير جدا في رماية الخرطوش. أوكي. الانديه الاخرى طبعا هنقول في حوالي 15 نادي بيمارسوا رمايه المسدس والبندقيه، سواء بندقيه هواء او رصاص. ودول الانديه الاخرى اللي بتشارك في هذه المسابقات. كويس. طيب الى اي درجه هذا الامر امن ان يكون في نوادي رياضيه بتمارس فيها هذه الرياضه وبتستخدم من خلالها خرطوش ورصاص الى اخره، ومعظم يعني الانديه دي بتكون في وسط مناطق سكنيه مأهولة بالسكان، فالى اي درجه هذا الامر امن لجيران النادي اللي هو انا عشان نطمن على نواد ده؟ طمنا ارجوك. يعني هالخرطوش ما يوصلش البيت بس الصوت اوقات. واحنا نقدر نقول طبعا ان ما فيش ميدان في جمهوريه مصر العربيه الا لما يراجع فنيا من قبل الاتحاد المصري مايا من ناحيه الناحيه الفنيه. الميادين، جميع الميادين دي تم اختبار المواصفات الفنيه الخاصه بها من الناحيه الامنيه اولا، ثم من الناحيه الفنيه اللي تؤهلها ان هي تستضيف وتكون صالحه للاستخدام. فاذا موضوع التامين من الناحيه الامنيه والفنيه مؤمن 100% طبعا، لانها ليها مقاييس ومعايير وليها اسلوب لل يعني بيبقى متراعي مدى وصول طلقه الخرطوش مثلا، ممكن توصل لفين، المسافات اللي ممكن تقطعها، فبالتالي الخطر اللي ممكن تشكله على حد. احنا طبعا محطوط معايير من الاتحاد الدولي وليها مقاييس لمدى وصول الطلقه اقصى حد ممكن. احنا المقاييس والمعايير دي احنا بنعمل الميادين اكثر من هذه المعايير. يعني لو بنقول ان المسافه الامنه 150 متر، احنا بنوصل لغايه 250 متر. فاذا معنى كده ان الطلقه مهما تصل لن تؤثر على اي شيء في مجال الرمي في الميادين. كويس جدا. انا عايز اسال حضرتك برضو ان في كذا نقطه بس مهم قوي، ان احنا دايما لما بنتكلم عن اي رياضه دايما باصين على الاولمبياد، فمين من ابطالنا اللي بيتم اعدادهم دلوقتي للمشاركه في اولمبياد باريس 2024، وايه اللي احنا محتاجينه، ابطالنا محتاجاه ايه، العراقيل ايه اللي هيخلينا كمان رايحين النسخه دي واحنا عندنا امال اكبر بالفوز عن طوكيو مثلا؟ طبعا احنا عندنا بالنسبه للخرطوش عندنا رامي عزمي محلبه، وهو بيعتبر الان المصنف رقم واحد على العالم. يمكن انه كل البطولات اللي بيشارك فيها حاليا بيكون له ليه حظ من عند ربنا طبعا ان هو يحصل على ميداليه، وده طبعا في حد ذاته نقول ان هو مرحله من المراحل النفسيه
والتحطيم الارقام القياسيه. يعني اخر بطوله كان في بطوله كاس العالم في قطر منذ اسبوع، حصل على 124 اصابه طبق من 125. واو. وده يعتبر رقم كبير جدا طبعا. يمكن دخل النهائيات بتصفيات كبيره بين ابطال العالم. هنقدر نقول ان هو يمكن حقق المركز الرابع، ولكن قانون الاتحاد الدولي بيقول ان هم كانوا اربع رماه، في ثلاث رماه نفس النتيجه، ولكن هم في رقم اسمه رقم الظهر على ظهر الرامي، اقل رقم ظهر هو اللي بيخرج، وبالتالي هو ما قدرش يحصل على ميداليه علشان رقم الظهر مش عشان النتيجه. وادى اداء رائع، وهو تقريبا يعني نقدر نقول ايه، اول ثاني عالم، اول ثاني عالم على طول المسابقات اللي احنا اشتركنا فيها. طب ده عازمي محلبه، تمام، مين غيره بقى برضو واصل للمستوى المتقدم ده على المستوى العالم؟ احنا عندنا طبعا فريق الخرطوم برضو في التراب، عندنا وصلوا برضو لهذه النتائج، ولكن احنا نقول ان في مرحله اعداد الفتره الحاليه وتاهيل للوصول للحصول على الكوتا في البطوله الافريقيه اللي هتكون ان شاء الله في شهر اكتوبر الحالي. عندنا في رمايه المسدس رامي عمر اول ثالث مسابقه دوليه يشارك فيها، حصل فيها على المركز الخامس على العالم، ودي كانت موجوده في كاس العالم في مصر. احنا طبعا احنا عاوزين نقول ايه، احنا بنشجعهم وبنهنيهم على الاداء دوت. عندنا رميات ورماه كثيرين اقتربوا من الدخول في النهائيات. الدخول في النهائيات نفسه في حد ذاته دي نقدر نقول ان هي مرحله كبيره جدا للوصول ليها. عندنا ابطال وصلوا لهذه المرحله، لكن احنا لما نبتدي في الفتره الحاليه قبل الاشتراك في اولمبياد باريس الوصول الى مرحله النهائيات، فدي تعتبر انجاز في تحقيق الخطه الفنيه الموضوعه للرماه. ودي نقدر نقول ان هي عباره عن منظومه كبيره موضوعه فيها تضافر وتعاون من جميع اجهزه الدوله. وزاره الشباب والرياضه طبعا داعم كبير مع اللجنه الاولمبيه ووزاره الدفاع ووزاره الداخليه، لان احنا في استضافه البطولات بنجد ان الدوله المصريه دوله مؤسسات، دوله كبيره تتعاون في نجاح استضافه البطولات، وبالتالي كل الهيئات بتكون قويه وسند كبير للاتحاد المصري رماية في انجاح هذه الاستضافه وفي دعم الرماة الموجودين حاليا. كويس جدا. طيب مين الدول اللي احنا نقدر نقول بننافسها بسيم ليفل او بنفس المستوى؟ وهل الفتره اللي فاتت برضه هنقارن طوكيو بباريس ان شاء الله، مين الدول اللي احنا كنا مقلقين منها واحنا بنشارك في طوكيو ودلوقتي كمستوى اللي احنا مطمنين ولا لا، ولا ظهر الدول اخرى ممكن ان احنا نقلق منها؟ هو طبعا بالنسبه للسكيت اللعبه اللي بيلعبها عزمي محلبه، هو في رومان من ايطاليا ومن امريكا، دول من اقوى دول العالم، واسبانيا من اقوى دول العالم اللي بيشاركوا في هذه اللعبه. ده الخرطوش. في الخرطوش. اوكي، ايطاليا وامريكا. ايطاليا وامريكا طبعا واسبانيا. عندنا في المسدس والبندقيه الصين والهند في مرحله متقدمه جدا، لان هم طبعا حققوا ميداليات كبيره جدا في الفترات السابقه. احنا دلوقتي بنقترب من هذه الفتره، في هذه الفترة بنقترب في الدخول النهائيات مع هؤلاء الأبطال، وده في حد ذاته نجاح. طبعا لو في تقدم بيحصل أو تطوير أو كمان يعني ميداليات أكتر طبعا. بس هل إحنا سن كمان اللعيبة بتوعنا وأبطال بتوعنا يأهلهم إن هم يستمروا لفترات طويلة؟ يعني مثلا عزمي محلبة كم عمره تقريبا؟ أفرج السن 29 سنة. 29 يعني لسه، بتهيألي الرماية لسه بيبقى فيها سن لسه مثلا ممكن يوصلوا ل 40 مثلا؟ لا، أنا هقول حاجة بسيطة جدا. إن رامي الكويتي عبد الله الرشيدي من دولة الكويت في أولمبياد طوكيو سنه 60 سنة وحصل على ميدالية. هي بس طالما النظر شغال فالدنيا تمام. لا كده احنا اطمنا بقى. طالما النظر جايب فمفيش مشكلة من المشاركة. بالمناسبة برضه سيادة اللواء، يعني في يعني برضه تماشيا مع توجهات الدولة في اكتشاف المواهب الرياضية وصناعة البطل الأولمبي بصفة خاصة، وعلى إثر هذا القرار الرئاسي بقى في كشافين على أصعدة مختلفة في رياضات مختلفة. رياضة زي الرماية، احنا من زمان عارفين ان في مجتمعات معينة بل ودول بعينها يمكن ثقافتها وتاريخها وموروثها الثقافي قبلي الى حد ما، فالمجتمعات اللي من النوع ده بيبقى عندهم ثقافة الرماية عالية جدا، يعني ثقافة ضرب النار بالتعبير البلدي الدارج، ده عادي، بتلاقي اطفال من سن صغيرة جدا متعودين على الرماية وعلى كده. هل احنا ممكن نعمل كده ونكتشف عناصر من المجتمعات اللي من النوع ده؟ اكيد في دول
بشكل عام برضو كم الأكبر من تعداد سكانها ممكن تنطبق عليها هذه المواصفات زي دول الخليج العربي وفكرة الصحراء والصيد بالبندقية، دول حتى شمال أفريقيا حاجة زي تونس والمغرب والجزائر، يعني في دول بعينها البندقية دايما حاضرة في موروثهم. احنا ممكن نعمل ايه في هذا الإطار؟ احنا بالفعل عندنا نفس الفكر ونفس المفهوم في الجزء الخاص بالمنطقة الشمالية، جزء الساحل الشمالي. طبعا في توجهات من وزارة الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي بعت خطابات مختلفة بدعم نشاط الأنشطة المختلفة. احنا بالنسبة لنا خاصة بالرماية هيكون في اتجاهنا إلى سيناء واتجاهنا إلى مرسى مطروح. طبعا زي ما حضرتك قلت كده، الناس دي أصلا موضوع الرماية دي هواية عندهم. طبعا. وليس رماية احترافية، لا هي هواية، وبالتالي كل هواية وجزء من العزة والفخر والكرامة عند أغلبهم. بالظبط، نقدر نقول انه وجود سلاح ضغط هواء او وجود سلاح ناري في اي بيت في جزء الساحل الشمالي او مرسى مطروح او منطقه سيناء، ده بيعتبر قوه ليهم وبيحس بفخر انه يمتلك هذا السلاح، وبالتالي يكون الاب بيمارس رياضه الصيد او رياضه الرمايه التبعيه المباشره انه كل عائلته بتمارس هذه الرياضه. احنا بدأنا فعلا بالخطة الموضوعة من قبل وزارة الشباب والرياضة ان احنا نتبع هذه الفكرة، وبدأنا نوصل الى مرسى مطروح بتعليمات سيادة الوزير ان احنا نوجد ميدان ونادي في مرسى مطروح بالتعاون مع سيادة المحافظ. كده بوجود كتير من الرميات كمان مش بس الرماة من الرجال. الرميات دي كانت فكرة يمكن مجلس ادارة اقترحها وكانت في منطقة الاقصر واسوان، ودي كانت صعبة جدا ان في بنت تطلع تمسك سلاح وتضرب، ولكن احنا اقمنا بطولات ويمكن حركنا كل الفريق القومي السيدات والناشئين والناشئات. طب ليه صعبه ست اللواء دي؟ دي اسهل حاجه نعملها. بيحسوا ان هم بالنسبه لهم حاجه كبيره قوي، دي حاجه تخوف يا ست اللواء. الكلام ابتدى ياخد منعطف خطر. مين قال كده والله؟ هم اشطر ناس على فكره. شفت اهو، هتلاقي ولا عاملين رانكينجز كويسه. انا واثق هم احنا عندنا البنات كويسين جدا جدا فعلا. ويمكن لما عملت الفكره انه انا اظهر لهم ان في بنات بتضرب وحققوا مراكز، شجعت البنات اللي في المدارس اللي سنهم صغير ان هم يحضروا ويشاركوا، وبالتالي اديناهم هدايا علشان يحسوا ان الرمايه اهدت لهم شيء يمكن يبقى في ذاكرتهم، وبالتالي بداوا يمارسوا وبداوا يكون في طابور طويل في مناطق الاقصر واسوان ان هم يشاركوا في هذه البطولات. هايل هايل فعلا. يبقى اذا احنا دخلنا العنصر النسائي اللي هو اصلا موجود بالفعل، بس في مناطق لم يكن في هدفهم الاشتراك. الاتحاد اللجنه الاولمبيه الدوليه عامله حاجه اللي اسمها الجندر ايكواليتي اللي هو التعادل بين الرجل والست في الرمايه، عملوا المسابقات تكون متساوية بين الرجال والسيدات، يعني ينافسوا بعض ممكن ولا ده لوحده برضه وده لوحده؟ ده لوحده وده لوحده. ليه ما ننافسش بعض؟ السيدات مش بقول لحضرتك خاطر يا ست اللواء، شفت الطموح بقى هياخدنا لفين يا فندم؟ اصل هقول لك على حاجة، دي مالهاش علاقة بقوة بدنية، دي علاقة بذكاء بتركيز فاهم. فيعني لما عملوا اختبارات لقوا ان السيدات شاطرين جدا في الرماية، عشان كده احنا هنبطلهم يدوروا. اقول ايه بس والله، في حاجات كده ما بنقولهاش. طب سيادة اللواء عايز برضو اروح مع حضرتك انا والكريم لكذا نقطة مهمة. على سبيل المثال مثلا فكرة هنا، هل الرياضة دي مكلفة؟ ولو هي مكلفة التمويل بيكون ازاي؟ هل اللاعب بيتحمل جزء كبير ولا الاتحاد ولا بيبقى فيه سبونسرز مثلا؟ والله هي الموضوع ده بينقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول هو دعم وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية الى الاتحاد. بتبقى بنسبة. بتبقى بنسبة كبيرة. الجزء الاخر هم الرعاة، والرعاة دول طبعا نقدر نقول ان هو الراعي لما بيرعى الاتحاد او بيرعى لعبة معينة لازم يكون مردود ان اللاعب او اللاعبه اللي بتشارك وتضع اسمه على الزي بيكون بيتوج بميداليات، فاحنا دي بنحققها الحمد لله. كويس. الجزء الاخر انه بعض من اولياء الامور بيدعموا اولادهم لغايه لما انضموا الى الفريق القومي، والاتحاد بعد كده بيتولى الصرف عليهم تماما. كويس. هي كويس. دي الثلاث اجزاء الموجوده في الرمايه. جميل. طيب ليه الرمايه كرياضه مش موجوده في كل النوادي المصريه؟ يعني ليه من قديم الازل دايما مرتبطه الرياضه دي بنوادي الصيد في كذا محافظه الى اخره، لكن ليه مش موجوده في كل الانديه؟ ليه ما يكونش في سموحه وفي الزمالك وفي كذا وفي المقاولين العرب وكذا، وخصوصا ان في كمان كم معقول لا باس به بالمره من النوادي اللي ابتدوا يتجهوا الى الظهير الصحراوي في المحافظه اللي هم فيها.
يعني قاهريا وعلى صعيد الجيزه بقى في افرع كتير لنوادي مختلفه في 6 اكتوبر والشيخ زايد في التجمع الخامس الى اخره، يعني في مساحه ان احنا ندخل الرياضه دي في انديه عبر تاريخها ما كانتش الرياضه دي حاضره فيها. اللي حضرتك بتقوله ده فعلا كان موجود، دلوقتي حاليا كان الجمعيه العموميه كانت عباره عن 11 نادي وهيئه، النهارده احنا بنوصل الى 22 نادي وهيئه. احنا زودناها الهيئات والانديه اللي بتشارك، طب زودناهم ان احنا تواصلنا مع رؤساء مجالس ادارات الانديه او الهيئات ان هم يبتدوا يعملوا وينشئوا الميادين، واحنا دعمناهم فنيا، وبالتالي نقدر نقول ان في اسكندريه في اكتر من نادي، في نادي الصيد باسكندريه وفي رمايه طبعا، وفي انديه اخرى موجوده ان شاء الله الفتره القادمه هتبتدي تشارك بفعاليات في الرمايه. عندنا في معظم المحافظات في انديه تشارك في الرمايه، لكن الرمايه جزئين، جزء اللي هو خاص بالخرطوش والرصاص، وده طبعا بيحتاج مفقات امنيه لانها موضوع مش سهل ان احنا نعمل ميدان في يا اما في منطقه اهلها بالسكان او منطقه خارجيه ليها مواصفه من الناحيه الامنيه. المواصفه دي طبعا لما تحقق احنا بنرحب بيها، ووزاره الداخليه بتعطي الموافقه الامنيه ليها وما بقاش في ادنى مشكله، بس هي مكلفه في الناحيه الانشائيه حاليا. وفي جزء اخر اللي هو ضغط الهواء اللي هو الرش، ده ممكن يتعمل في اي مكان مغلق وبالتالي غير مؤثر من الناحيه الامنيه، بل بالعكس ده اسهل وسيله لتعلم الرمايه. اتحاد مصر ما عمل نقول مدرسه بنشجع فيها الرماه، بيجي لنا ناس كتيره جدا يشاركوا فيها، بنوصل فيها الى فكر بسيط ان احنا نجيب الرامي او الراميه من سن 14 سنه مش اقل من كده يا ست لواء، وبنجيب اقل من 14 سنه كمان، احنا سمحنا ب 10 سنين انه يلعب بمسند. الفكره في دي ايه؟ ان انا اربي فيه حب اللعبه. ندي مثلا قناه السويس فيها لعيبه عندها 14 سنه هتنضم على الفريق القومي. هي 14 سنه دي يعني واعده جدا، بنفكر لاولمبيات 28. طب احنا ليه بنعمل كده؟ احنا لازم ندرس ازاي نعد اجيال كثيره مختلفه متتاليه علشان اللعبه تزداد انتشارا وليس الموجود هو الذي يمارس هذه اللعبه. رائع جدا. طب هل في اي حوادث حصلت مثلا على مر التاريخ؟ الحمد لله ما حصلش حاجه، لانه احنا عندنا الناحيه الامنيه مهمه جدا. الحكام اللي منوطين بالسيطره على اقامه البطوله، انا بتكلم عالميا مش بس في مصر. لا يعني انا بقول على عموما في مصر يعني وعالميا، ده قانون. ان الرامي مثلا لو معاه البندقيه الخرطوش، بندقيه الخرطوش دي لما بيضرب بيفتح البندقيه يحط الطلقتين ويقفل ويضرب. تمام. بعد ما بيخلص عاوز يتحرك من الميدان بيفتح البندقيه، هما في اللغه العاميه بيكسر البندقيه، ايوه، يحطها على كتفه وتبقى مفتوحه. لو رامي فتحها قفلها وهي فاضيه ياخد طرد. صح. انا بشوف عندنا في النادي، في نادي السيد في مطعم حوالين المكان، يعني ما ينفعش ابدا تبقى فوق، لو دور وشه لازم يفضل ماسكها لتحت كمان، ولو حتى لو هي لو هو يعني طول ما هو في الميدان حتى لما بيرجع لورا لازم يفتح البندقيه. يعني ممنوع تماما. وبرده على ذكر الجانب الامني، انتوا يعني حضراتكم بتتعاملوا ازاي فيما يتعلق بمساله الطلقات؟ حضرتك قلت لنا ان في 3 انواع من الرمايه، في اللي هو ضغط الهواء وفي الخرطوش وفي الرصاص، صح كده؟ الرصاص ده الرصاص طلقات حيه يعني؟ طلقات حيه. طب بتتعامل يعني هي بتبقى حصه جايه لكم من القوات المسلحه او وزاره الداخليه بتتوزع بالتساوي على الانديه يعني؟ لا طبعا، احنا عندنا مسابقاتنا ليها انواع مختلفه من الذخيره. احنا بنبعت نجيب هذه الذخائر وبنحطها في المخازن المعتمده وبيتم صرفها طبقا لبرنامج تدريب. هذا البرنامج بيقول ان خطه المدرب بتقول ان احنا نصف النهارده 100 طلقه او 50 طلقه ايا ما كان العدد، وياخدوا الفوارغ بعديها، وبعد كده بنبتدي نجيب الفوارغ. ولكن في بعض الطلقات زي الخرطوش ما لهاش فوارغ لان الفارغ بتاعها بلاستيك، فده ما نقدرش نعمل بيه اي حاجه. وبالتالي احنا بنكون لينا الامين العهده بيبقى كاتب في دفاتر التسجيل انه بيسلم الرامي هذه الطلقات بيضربها قدامه، وبعد ما يضربها قدامه بيتاكد ان هو ضربها خلاص، اتاكدنا ان في اسس تم استهلاك كل بالظبط، وفي اسس تداول ونقل اسلحه وذخائر دايما احنا بنتبعها. الموضوع ده احنا شغالين عليه سنين من عمر الاتحاد المصري للرماية، فبالتالي بنمنع خروج اي طلقه خارج الميدان طبعا، بنامن ان الطلقات بالكامل بتضرب على الميدان، بنامن ان الطلقات بالكامل بتتم اتباع اسس الامنيه في استخدام الذخائر داخل الميدان وعلى الميدان.
احنا كنا بنتكلم قبل الهوا ست اللي هو تحديدا في نادي الصيد في بعض الاحيان الخرطوش، انا عارفه ده مش تبع حضرتك بس القصه، لان هي عملت برضو يعني مشكله شويه في النادي. الخرطوش اللي كان بيبقى حي على حمام بيبقى طاير، ناس كتير واحنا من الاعضاء اللي يعني كنا متضايقين كان ممكن يعملوها بدلها اللي هي اسمها الاطباق الطايره بالظبط. هل هيتم منعها فعلا ولا الموضوع ده ايه؟ والله اولا هي الرمايه على الحمام ده بطولات بالنسبه لحد مصر رمايه لا يشرف عليها ولا يشارك فيها ولا يستضيف اي بطوله منها، ده عشان الجانب الانساني، ده علشان تعليمات الاتحاد الدولي شرط علينا ان احنا ممنوع ان احنا نشارك فيها او نشرف عليها، وبالتالي انا ليس لي اي راي في هذه المسابقات. يمكن لو في بعض الدول على مستوى العالم بتنظم هذه المسابقات لسه في موجود في دول مختلفه، موجود في اسبانيا وفي انجلترا ما زال حتى الان، مع ان دي دول برضو المفروض ان فيها منظمات فاعله قوي في حقوق الانسان الى اخره والحيوان، منظمات اللي هم الحيوان مش عارف ندخل الانسان في احنا بنتكلم في الطيور، احنا بنتكلم في الطيور يا سياده اللواء، ايش حشر الانسان مش عارف. المنظمات الموجوده في كل مكان بتقدر تكتب تقارير وبتمنع وتوقف الاتحادات اللي بتعمل مخالفات للناحيه الانسانيه او الطيور، لكن احنا بالنسبه لنا دول العالم الاخرى بتشارك في هذه البطولات. انا كاتحاد مصر المايا ليس لي اي يد في هذه المسابقات ولا لي اشراف عليها ولا لي المشاركه فيها نهائيا. يعني هو انا اتمنى ان هي يتم وقفها طبعا. الصراحه بالتالي في النادي هيوقفوها او وقفوها ورجعوها حاجه زي كده، لان جانب حرام يعني، وحتى واحنا بنلف في التراك تلاقي الحمامه وقعت يعني حرام يعني شيء. لا هم استعانوا بهذه النوع من المسابقات ببعض من الاطباق تطلق عليها الاطباق بالزبط. المروحيه بالظبط افضل بكتير. الاطباق المروحيه دي طبق بيطير تقريبا نفس اتجاه شكل الحمام وهو طاير وبيضربوا عليه، ودي مسابقه بديل كمان يعني بالزبط. اللي يمنع بالظبط بالظبط ان شاء الله يعني يتخذوا قرار في هذا الموضوع قريبا. هو الحمام عموما مصدوم في عالمنا العربي، يتحشي فريك احيانا، يتحشي رز بالخلطة احيانا، يتضرب عليه خرطوش احيانا، مش ملاحق يعني. بس فعلا دي النقطه دي على فكره تبدو ان هي ساخره، بس هي دي نقطه مهمه جدا فعلا، ليها ابعاد كتير يعني. يعني ان شاء الله انا متوقع ان الموضوع ده هيبقى له حلول كثيره في الفتره القادمه، لانه الموضوع ده اثير في اماكن مختلفه. صحيح. وطبعا انا يعني بدعم انه يكون في حل امن وسليم لهذا الموضوع يعني. وان شاء الله طبعا احنا يهمنا في الناحيه الاخرى ان احنا الرماه بتوعنا بعيد عن هذا الموضوع، طبعا احنا رماتنا لا يشاركوا في هذه البطولات نهائيا. كويس. وبالتالي احنا بندور على الالعاب الاولمبيه اللي احنا هدفنا الرئيسي فيها كاتحاد ودوله مصريه ان احنا نحصل على الكوتا، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونحصل على ميداليات. موفقين ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا الوقت بيجري، فاضل تقريبا 4 دقايق ست لولس، عندنا اسئله كتيره، بس خليني اروح سريعا برضو لنقطه الاتحاد العربي. الاتحاد العربي هياخدني السؤال، مين من الدول العربيه غير مصر اللي ممكن نقول برضو متفوقين جدا في الرمايه بكل انواعها؟ اللي في رمايه الخرطوش الكويت طبعا متفوقه في رمايه الخرطوش، لان زي ما حضرتك اشرت ان هم عندهم في بيوتهم اسلحه كثيره، وعندهم موضوع الصيد ده بالنسبة لهم أو نقدر نقول هواية وتاريخ وحضارة عندهم، ثقافة صحراوية موجودة، ثقافة صحراوية طبعا. وبالتالي هم متفوقين في رماية الخرطوش، وفي بعض الدول الأخرى، ولكن الحمد لله مصر بدأت تتفوق كويس في هذا المجال، على الرغم إحنا الثقافة الصحراوية موجودة عندنا. إحنا عندنا عدد كبير جدا من الرماة من منطقة مرسى مطروح والساحل الشمالي وسيناء، دول هنقول عليهم ان هو بيضرب بموهبه طبعا. وليس بعلم. ده كل من هو بدوي يا فندم ممكن يبقى مشروع بطل قومي في الرياضه دي. ده اللي احنا فعلا اتحركنا فيه. انا يمكن قابلت سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي واتكلمت معاه ان احنا هنعمل نادي في مرسى مطروح، وهو شخصيا مدعم هذه الفكره مع اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، ويمكن واصلين الى اتفاقات ان احنا فعلا نخصص ارض ونعمل عليها ميدان. الهدف منه اشياء كثيره، اول حاجه نقدر نحصر عدد الرماة الموجودين، عدد من يمتلكوا الاسلحه ويقدروا يحققوا نتائج متميزه، بالتالي احنا هنفرخ ونحصل على رماة عندهم في عروقهم وفي دمهم الرمايه باسلحه الخرطوش او الرصاص. جميل. احنا اكيد بنتمنى لسيادتك كل التوفيق وتكلل كل مجهوداتكم ان شاء الله بكثير من الانجازات، ولا سيما طبعا الميداليات في الدوره الاولمبيه القادمه باذن الله. نورت الدنيا سياده الدكتور. ربنا يخليكم، متشكر ليكم جدا على القناه اللي بتستضيفنا دايما، واحنا
نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن الدوله المصريه ان شاء الله. اشكرك سياده اللواء، هنروح فاصل مع حضراتكم ونرجع عشان الفقره الثانيه ودكتور عادل كريم، وهنتكلم بقى في ملفات مختلفه منها طبعا النادي الاهلي والقطن الكاميروني، هذه المباراه هرجع اقول ثاني التي لا تقبل القسمه على اثنين. فاصل ونرجع نكمل.